بص بشكل شخصي انا بستمتع جدا بهذا الحوار، بستمتع جدا بالحوار مع الناس اللي عندها راي واضح وصريح وكمان اراء فنيه محترمه ذكيه. من هؤلاء الاشخاص اللي انا بستمتع بيهم جدا هو الكابتن الكبير كابتن علاء نبيل. كابتن علاء صباح الفل على حضرتك. صباح الفل يا كريم، شكرا على المقدمه الحلوه دي. اقل من حقك انت عارف الله يخليك. انا حقيقي بستمتع بوجودي الله يخليك، انا بتمتع بيك وسعيد انا موجود معاك. يشرفنا يا كابتن علاء. طيب بدايه كده، تأهل الأهلي والزمالك لنصف نهائي دوري الأبطال، وأبدأ معاك بنادي الزمالك. الزمالك أمام الترجي، مباراة ذهاب رائعة بيفوز 3-1، ومباراة عودة ذكية من كارتيرون قدر يطلع بيها بالنتيجة اللي هو عايزها والصعود لنصف النهائي. شفت المباراتين إزاي وتحديدا مباراة العودة؟ وطبعا وصول الزمالك والأهلي للأدوار النصف النهائي في الأمم الأفريقية في البطولة الأفريقية حاجة جميلة جدا لمصر يعني، وفعلا احنا محتاجين بعد الخروج الافريقي من بطولة امم افريقيا محتاجين نبقى متواجدين على الساحة الافريقية. نادي الزمالك قدر في قطر اللي هو يفوز على الترجي التونسي وخد منه بطولة السوبر، وفي نفس الاسبوع قدر اللي هو برضو يفوز على النادي الاهلي وياخد السوبر المصري، فدي كانت نقلة بالنسبة له، نقلة معنوية كبيرة بعد النتائج بتاع الدوري العام والنتائج الغير مرضية لجمهوره. نادي الزمالك يعني أنا شايف إن هو عدى جزء كبير من حالة الدوري اللي هو كان عليها علامة استفهام، لكن ليه تعقيب على أدائه الفني. اتفضل. ما زال بداية المباراة بالنسبة للزمالك عليه علامة استفهام. كان ممكن في القاهرة، كان ممكن مباراة الصعب بطريقة غير طبيعية. صح، الشوط الأول، الشوط الأولاني كان ممكن على الأقل 3 أهداف كان ممكن صعبوا المأمورية تماما عليه. نفس الكلام في الترجي هناك، المفروض كان الزمالك هو تبقى البداية بتاعته في القاهرة اللي هو الترجي ابتدى بيها، لكن الزمالك قدر في الشوط الثاني في القاهرة يحسم نتيجة المباراة ويحسم اللقاء وياخد الدوري وياخد المباراة. قصدي نفس المباراة هناك برضو كانت البداية للترجي التونسي، أنا قلت يمكن هيتعلم الدرس من مباراة القاهرة، لكن برضو كانت البداية ما كانتش موفقة بالنسبة له، وقدر برضو اللي هو يكسب المباراة. فأعتقد أن أنا كان مدير فني لازم أخد بالي من الحتة دي، لأن الحتة دي مهمة جدا في الكرة. لكن أنا شايف اللي هو بقى فيه استقرار دلوقتي، بقى فيه عند الراجل دلوقتي الرؤية بانت. كان الاول ما عندوش حته ثبات التشكيل، النهارده بدا يلعب في 14 لعيب، ودي حاجه كويسه قوي لاي مدير فني، ان هو بدا يعتمد مثلا على مصطفى محمد. كان الاول محتار بينه وبين عمر السعيد وكان عامل له مشاكل. صح. كان الحته اللي تحت كان عنده شيكابالا ومصطفى فتحي وعنده نجم وعنده امام عاشور وعنده بن شرقي وعنده اوباما، عنده تشكيل وزيزو، عنده تشكيله كبيره. النهارده بدا يستقر على 4 منهم 3 بصفه اساسيه. النهارده بدا يرجع فرجان اساسي الى حالته الطبيعيه اللي هي الحاله الفنيه العاليه بتاعته، لان هو لعيب عالي طبعا. بدا يرجع ليها تاني. خط الظهر عنده حازم امام وعنده عبد شافي او عنده عبد الله جمعه وعنده الونش وعنده محمود علاء يعني، وابو جابر طبعا عامل ماتشات كويسه قوي. فاعتقد ان هو نادي الزمالك الفتره اللي فاتت هتقويه في الدوري الفتره اللي جايه، ونبتدي بقى نتمتع بدوري عام، لان انا شايف ان الدوري مش اللي هو حتى الان. يعني حاسس ان الدوري بتتكلم في 4-5 فرق هم يعني المتواجدين، الباقي كله عايز يبقى متواجد في الدوري خلاص. دي وجهه نظري يعني، مفيش ثبات في المستوى. ماتشات يعني احنا عايزين نتفرج على ماتشات والزمالك اتعادل الاهلي كسب في مثلا اثاره او، لكن كمستوى فني لا، في فرق بعيده خالص. واحد مستغرب ازاي يعني، زي مين الفرق اللي يعني مثلا بيدخل. سموحه بعيد، مقصه بعيد، امبي ماشي على سطو سبع سطو، طلائع الجيش، لما نيجي نتكلم نقول الاسماعيلي، مصري كمان برضو والمصري، واخد بال حضرتك يعني، انت تتكلم على فرق كانت بتنافس وبتناطح الفرق الكبيره. النهارده تتكلم على الاهلي، الزمالك، المقاولين، بيراميدز، الاتحاد. انا شايف ان دول الخمسه اللي هم
يعني في 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 اللعبه الكبار يعني هم دول الاربعه الاوائل او المربع ده بيبقى متواجد من الخمس انديه دول. بالنسبه للاهلي الدوري حسم ولا لسه؟ بنسبه 80% 90% 90% حسم للاهلي. خلينا نبقى واقعيين يعني. لكن طبعا هتيجي بلغه الكوره طبعا الكوره يعني ما فيهاش مستحيل لكن الوضع والتجارب و النادي الاهلي حسم البطوله. طيب النادي الاهلي في دوري الابطال وتحسن النتائج تخطي صعب لصن داونز واحد من اقوى الفرق الافريقيه في الفتره الاخيره مباراتي الذهاب والعوده شفتهم ازاي مع فايترز؟ النادي الاهلي كان عنده مشكله كبيره في الماتش ده. النادي الاهلي داخل فنيا ونفسيا طبعا الحته عامل الهزيمه السنه اللي فاتت بخمسه دي كان الدروب اللي وقع فيه النادي الاهلي. كل بص يا كريم كل فرق العالم سواء منتخبات او انديه كان ليها دروبات. الدروب بتاع النادي الاهلي كان من مباراه البرازيل بتخسر من المانيا 7 وبرشلونه بيخسر 6 وريال مدريد بيخسر 6 كل الانديه يعني والمنتخبات ليها حتى احنا منتخب مصر يعني غانا بتاع 6-1 واخد بالك. فدي كانت الصعوبه في لقاء النادي الاهلي مع سان داونز. النادي الاهلي ابتدى الدوري كان مقنع جدا لجماهيره ومقنع جدا للكره المصريه. كان يجمع بين حاجتين، يجمع ما بين الاداء الحلو والنتائج. بدا النادي الاهلي الاداء اللي هو الممتع بدا يقل صح تمام صح. وبدات النتائج هي اللي مساعده. النتائج هي اللي مخليه العمليه ماشيه. فيمكن ده كان عامل كبير جدا في ان هو يتخطى الموضوع بتاع سان داونز. فوزوا 2-0 في القاهره طبعا كان عامل مهم جدا. هناك كان مميز تكتيكيا، كان مميز تكتيكيا، لكن الاداء برضو مش ده اداء النادي الاهلي. في احسن، في احسن. بص خلينا نبقى واقعيين، انا كنت بقول مفيش لاعب في الدوري المصري يعني بيعمل الفارق مع ناديه. لسه هسألك على كواليتي اللاعبين كمان في مصر بالمناسبه دي، بس كويس انك قلتها. طب انا اسالك بقى، قلت لا لا ده هاي لا لا ما انا كنت متوقع برضه ان حضرتك هتقدر توصلنا للنقطه دي عشان تسالك. هو المشكله في اللاعب المصري بشكل عام، اللاعب مفيش اللاعب اللي انت قعده يا كريم يفرق مع نادي. يعني ما تقدرش تقول ده فارق قوي مع نادي. بدا يفرق دلوقتي في 2 لعيبه، بدا يفرق مع النادي الاهلي رمضان صبحي، فارق كتير مع النادي الاهلي وفي ادائه وفي طريقه لعبه. لان النادي الاهلي لما تيجي تتكلم على السرعات ما عندكش سرعات. يعني هي ممثله في رمضان اللي هو كان بياخد الكره من نص الملعب وعنده الدريبل السريع وياخد ويشد لك الفرقه ويعملها كور بالعرض، مدي منظر واداء وشكل للنادي الاهلي صحيح بنهايه على الجون ايجابيه. ده من الحته الهجوميه للنادي الاهلي. لما تيجي تتكلم عن نادي الزمالك هتقول طارق حامد، انا بتكلم على المصريين ما بتكلمش على اجانب. طارق حامد برضو عامل حاله في نص الملعب في كدفاعيا صح في نادي الزمالك صح. بقيه اللعيبه كمان بصراحه عشان الشيب شي يذكر عبد الله السعيد ازاي كان مؤثر مع بيراميدز في مباراه زناكو كمان الاولى. مع بيراميدز في المباراه الاولى والثانيه ما كانش متواجد. طبعا الاولى كان عامل مباراه عظيمه. فانا بتكلم على النادي الاهلي لما راح هناك بعد 2-0 التكتيكيا كان كويس مظبوط وتعادل 1-1 نتيجة إيجابية كويس قوي، لأن برضو شبح الخمسة كان بيطاردوا. النهاردة خد بونت من هناك من تعادل وفوز هنا، خلاص بنتيجة الماتشين عدى. بنقول له ألف مبروك، واللي جاي إن شاء الله بقى يعني النادي الأهلي داخل في بطولتين كبار. النادي الأهلي داخل في دوري عام وداخل في بطولة افريقيا. نادي الزمالك خد سوبر وخد سوبر افريقي ويعني بيكمل في بطولة افريقيا صحيح. فهتلاقي التنافس شديد جدا، واعتقد ان الوقت اللي هيتلعب فيه المباريات القادمة تقريبا في اول 3-5 أو 4-5 اللي هي الادوار اللي هي بتاعت النادي الاهلي والزمالك هيكون ماتشات الدوري وقفت الفرقه كمان على حالها بالضغط المباريات، ويكون كمان في لعيبه لسه مش قادرين نحكم عليها، مع ان انا ليا حكم يعني وجهه نظري يعني مثلا رمضان هيرجع بادج بتاع النادي الاهلي لسه حتى الان ما اقنعنيش
ما خدش برضو وقت كتير يا كابتن. مش عايز اسمعها. ليه بقى كريم؟ اللعيب يبان. اللعيب من لمسته للكوره ومن مواقف بيبان. بيقول لك ده لعيب كويس. هو نزل ربع ساعه في تلت ساعه وابتدى الماتش اللي فات. سيبك من هو ضيع هدف ووضع طبيعي اللي انت تضيع. لمسه بادجي احسن ولا لمسه مروان محسن؟ الكلامسه لا بادجي. مروان محسن. شايف مروان محسن افضل. لكن كباور ومخلي الناس ملتفته للحركه واوا بادجي، لانه قوي جسمانيا وبيجري وبيتحرك وبيضغط وبتاع. بس انت لو مدرب النادي الاهلي تختار مروان محسن مهاجم اساسي للنادي الاهلي ولا بادجي؟ مروان فقد كتير والجمهور ما بقاش عنده ثقه فيه، وده محطوط اللاعب ده تحت ضغط يعني، الله يكون في عونه يعني. طيب السؤال بطريقه تانية، لو حضرتك مدرب للنادي الاهلي وعارف ان مروان محسن عليه ضغط جماهيري، تريحه ولا تديله انت الثقه وتخليه يلعب؟ ماتشات وماتش، في ماتشات احتاج بادجي، زي الماتش اللي اتلعب فيه في سان داونز. في سان داونز باور عالي بيضغط افارقه، محتاج محطه تمام. في ماتشات بتبقى خفيفه شويه ممكن مروان يقدر يجيب لك جول، لكن واضح ان بادجي حته التهديف عنده ضعيفه شويه. طيب تعال بقى نروح لاسئلتنا الرقميه. حضرتك اللي بتحكم على هذه الاسئله، او حكم اختيارك انت يعني، تختار رقم ويطلع لك سؤال. اختار سبعه. سبعه. من هو افضل مهاجم في مصر بجانب مصطفى محمد؟ هم عارفين الاجابه على طول مصطفى محمد، فقال لك خليها بخلاف مصطفى محمد. قفل عليك. ما دي مشكله خلي بالك عندنا بالنسبه لمنتخب مصر. طبعا انت تقول مصطفى محمد وتسكت. يعني طبعا كل الانديه دلوقتي بتعتمد على ان هي تجيب اجانب في مكان راس الحرب، ودي كانت ودي مشكله كبيره يعني. صحيح. لكن طبعا لما نيجي نقول كسترايكر في مصر، انا شايف ان على مستوى اللعيبه احنا نقول مصريين ولا اجانب؟ مصريين يجي خالد قمر. خالد قمر بعد مصطفى محمد. حلو الاختيار يا كابتن. الرقم اللي جاي ناخد أربعة. من هو افضل لاعب اجنبي في الدوري المصري حاليا؟ إلو ديانج لاعب وسط النادي الاهلي. لعيب عالي ومحدش حاسس بيه. ده لعيب عالي ظابط نص الملعب باداء متوقع، بيقطع كرة كويس قوي، بيسلم كرة كويس قوي، بيروح في المكان الصح. انا يعني كرؤية الفنية انا بتمتع بهذا اللاعب. لاعب عالمي. اديته افضلية عن مثلا يعني علي معلول واشرف بن شرقي؟ لا ده اصل ده مستوى ثابت. علي ساعات وساعات، اشرف بن شرقي ساعات وساعات. لكن ده اصل احنا بنبص لعلي معلول عشان بيوصل يجيب جون، اشرف بن شرقي بيعمل كده، لكن ده لا، ده ظابط نص الملعب ومخلي عمرو السوليه جنبه حاجه جامده قوي، اللي هو بيخليه يطلع ويتقدم، وهو برده عنده بيعرف يطلع امتى ويتقدم امتى يعني. بالتاكيد. نشوف الرقم اللي بعد كده. ناخد 10. ما هي اسوأ لحظه في مسيرتك التدريبيه؟ اللحظه اللي ما بتحبش تفتكرها يعني، مباراه مثلا، لقطه، ماتش منتخب مصر في بطولة القارات مع السعودية. خماسية. دي أسوأ لحظة في حياتي الكروية. كلنا كبعثة، كجهاز وكلاعيبة وكظروف و بدون دخول في تفاصيل، لكن هذا اليوم يوم أسود في تاريخ الحياة التدريبية بالنسبة لعلاء نبيل وجهاز منتخب مصر كله بالنسبة للكرة المصرية. الكرة المصرية طبعاً بالتأكيد يعني. الماتشات دي كانت بتتزعل فجر لو تفتكر يعني. كنا في المكسيك. بالمناسبة يعني الشيء بالشيء يسكن، يعني كنت بتفرج على الماتشات دي، كان في مطعم زمان في مصر مشهور يعني، مش عارف المفروض اقول اسمه ولا، بس كان اسمه ويمبي. شكلك جعانك. هو قفل. لا كنا بنتفرج عليه في الماتشات ده. وكان معانا الفنان اشرف عبد الباقي، انا فاكر استاذ اشرف عبد الباقي. لا كان ماتش ليه ظروف وكل ظروف التفاصيل يعني. نشوف الرقم بعد كده. نشوف 12. ما رايك في استبعاد النني من منتخب مصر للمره الاولى فنيا منذ 2011؟ قرار صائب. صارم. صائب. يعني صائب. صائب يعني. لازم في الفتره دي يحصل كده، لان هتبقى دي درس للنني، لان النني عنده امكانيات عاليه، لكن بصراحه لم يفيد
الكرة المصرية خلال الفترة اللي فاتت، والناس مستنية منه كتير لأن هو لعيب عالي وعنده إمكانيات عالية، فلازم زي ما بيقولوا إيه قرصة ود. في تقريب بتقول إنه محمد النني استبعاده مش فني، وإن هو طلب في المعسكر الأخير إنه يا إما يشارك أساسي يا إما ما يتمش استدعائه. ما هي كده أو كده بقى قرار صائب يعني، في الحالتين قرار صائب. آه قرار صائب بالتأكيد. نشوف الرقم اللي بعده. احنا لنا كام سؤال؟ 5؟ لا ده احنا مفتوح. لا لا الجاف على دول كلهم ولا ايه؟ لا لنا 10. لنا 10. طيب خد بقى 14. 14. كارتيرون انجح من فايلر حتى الان باعتبار انه توج مع الزمالك ببطولات اكثر، تتفق ام تختلف؟ لا اختلف في هذا الكلام، مش عشان كارتيرون احسن من، بختلف عن الصيغه نفسها. ده كويس وده كويس. فايلر خد الفرقه في وقت قصير، قدر يغير من اداء النادي الاهلي. يعني اداء النادي الاهلي السنه اللي فاتت برغم انه خد الدوري اللي كان اداؤه غير مقنع، هو قدر في خلال فتره صغيره، بدا الدوري بدايه قويه جدا، لعيبه كتيره جدا اختلفت معاه فنيا، اداء التكتيك النادي الاهلي اختلف معاه، النتائج اختلفت معاه، عمل طفره في اداء النادي الاهلي. كارتيرون خد وقت، ونتائج الدوري كانت اكبر دليل على هذا الكلام. صحيح. لكن احنا عندنا دايما النتائج هي اللي بتخلينا نبص ونقارن يعني انا بس بمناسبه هذا الكلام، لو تفتكر بطوله ام افريقيا اول مباراه لعبناها اللي كانت في مصر وتريزيجيه جاب الجون، بدات الناس والاعلام تريزيجيه احسن من صلاح. صح. طب ليه؟ فاكر انت النغمه العظمه دي؟ صح. طب هو ايه المشكله لما تريزيجيه يجيب جون واحنا نبقى فرحانين واحد؟ لا ايه المشكله لما تريزيجيه كويس وصلاح كويس؟ برافو عليك، احنا دايما نحط مقارنه. ليه نحط مقارنه؟ ده كويس وده كويس وده يفيد الكره المصريه وده يفيد الكره المصريه. صحيح. تمام. فعشان كده بقول لك ايه صيغه السؤال، لازم في حد افضل. طيب هل في مصر بشكل عام التقييم في المطلق دايما بيبقى على البطولات او على الارقام او على الانجازات؟ لا، على النتائج. كره مصر نتائج. نتائج الكره في مصر النتائج. ما تقوليش بقى فرقه بتادي كره حلوه ولا الراجل ده فاهم ولا الراجل ده بيشتغل. وانت تتفق ولا تختلف مع هذا الامر؟ مع ان انت لازم يبقى في نتائج عشان تقيم المدرب. يعني لو انت مدرب عظيم جدا وبتعمل اداء فني كويس بس النتائج بتاعتك سيئه، لا على طول اول قرار بتستبعد من الفرقه اللي انت مستبعد. طبعا ده رايك مش لا ده الواقع. لا انا بسال حضرتك عن رايك ده صح ولا غلط. يعني مثلا انا هديك مثال اكثر واقع. دجله تكيس الراجل قعد قد ايه؟ يعني بتاع سنتين اهو. تمام. مجلس الاداره فضل وراه لغايه الراجل مقتنع بفكره معينه والنادي وراه. لكن في انديه بتخاف، يعني في انديه النتائج الدوري العام يقول لك لا ده انا هقعد انا مش عارف ايه، مع الضغط بقى اللي هو نجيب فلان ونجيب فلان وكل اللعيبه يخشوا وكفايه وهات فلان، خد بالك. طيب. لكن النتائج هي اللي بتاثر. هي ما معقول وعارف اللي انت مدرب ما عندكش فكره واللعيبه بتوصل الاداره اللي احنا ما بتمرنش ولكن بينزلوا يكسبوا تفضل موجود. دلوقتي فايلر نهايه عقده مع النادي الاهلي بنهايه الموسم الحالي، فرضا فايلر خسر بطوله افريقيا يمشي ولا يقعد من وجهه نظرك؟ لا يقعد. يقعد طبعا. واضح واضح من شخصيته، واضح من ادائه، اصل في مؤشرات يا كريم. صحيح. يعني الراجل عمل لك فرقه كويسه النهارده. الراجل قريت كنت بسمعك قبل ما اخش اللي هو عامل مريح الناس اللي لعبت في سان داونز. ليه عمل كده؟ لان هو عمل روتيشن في اللعيبه في خلال الفتره دي والنتائج كانت مساعداه في الدوري. صح. النهارده هيلاعب فلان وقعد فلان ما تحسش ان كله بيلعب. مش لعيب دك، كله بيلعب لعيب اساسي. يعني واخد بالك؟ يعني هو مثلا ابتدى بالثلاثه الافارقه الماتش اللي فات. خمس يعني لا العب كده حته القداميه اللي قدام. تمام. لعب بثلاثه في نص الملعب، ابتدى بثلاثه افارقه. طب النهارده ممكن لعب مروان محسن ومعاه وليد سليمان ومعاه احمد الشيخ ومعاه حسين الشحات. صح. واخد بالك؟ وعندك ورا بقى ايمن اشرف ترجعه تاني. ايمن اشرف رجعه تاني ولسه حمدي فتحي ان شاء الله لما يرجع من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر. حمدي فتحي تمام. فالنهارده الراجل عنده كام ذخيره من اللعيبه. صح. فده برده مش سهل اللي انت في نادي كبير زي النادي الاهلي ومطالب بنتائج وبتاع تقدر يبقى عندك كام في لعيب. في انديه لما ثلاثه واربعه بيقعوا ما بتلاقيش. صحيح. صحيح. فاعتقد ان هو يملك شخصيه كرويه هادئه جدا، ما شفتوش بيتعصب. راجل رغم ان هو شخصيه قويه. رغم يعني شخصيه قويه لكن هو هادي على الخط بيعجبني شخصيته. صح. هو اللي مسيطر على الامور.
اعتقد اللي هو مكسب للنادي الاهلي بالرغم من جيب ببلغه الكره جيب زفه بزفه اعلاميه والناس هاجت وازاي ومين ده وما اعرفش افريقيا طب ما هو سافر افريقيا وجه وعمل نتائج كويسه فاحنا دايما حكمنا سريع يعني بالتاكيد نشوف الرقم اللي بعد كده يا كابتن علي ناخد ناخد سته في أي مركز سينهي المقاول العرب موسمه في الدوري؟ في المربع الذهبي. في المربع الذهبي. رابع؟ أو ثالث. ثالث. مكان بيراميدز. الثاني هيحارب شوية. أنت شايف إن هو ممكن ياخد من الزمالك أو بيراميدز؟ آه. وارد. آه آه. الاثنين. المقاولين العرب يعني عامل موسم كويس، عنده ميزة كويسة، عنده قوة هجومية كويسة. صحيح. يعني عنده فرقه بتعرف تجيب جول وعنده اكتر من لاعب بيعرف يجيب جول صحيح فدي ميزه في اي فرقه وعندهم الدور الاولاني خلص في المركز الثاني ففي هدف الهدف بيكبر عندهم ودي بتبقى ميزه صح. مش فهو في هدف هيلعبوا عليه الدور الثاني بالرغم ان هيبقى فيه صعوبه لكن انا شايف من ادائهم ان هو يكملوا في مربع ذهبي هيبقوا موجودين في المربع ده ان شاء الله ان شاء الله نشوف الصوره او الرقم اللي بعد كده انا قلت اثنين بس ولا لا مش اثنين متاكد لا ما تخش مرجع مش مرجع لا مش هننصب مش هننصب نشوف اثنين انا في يوم مش هننصب نشوف اثنين اتفضل حبيبنا انا كابتن تعال ما هو الجيل الاقل فنيا في تاريخ منتخب ده تصدق معقول عشان انا صح يا ريت ما كنت اخترت اقولها لك بصراحه الجيل ده اقل فنيين شفته في تاريخ منتخب مصر يعني مراكز كلها فيها مشاكل لما تيجي تتكلم في النجوم في كل الفرق هتلاقي الاجانب عشان كده ده هلاقي صعوبه في منتخب مصر لان انا قلت الجمله دي قبل كده اقل فنيا ودي بتبقى غصب عن غصب عن انت وحظك يعني لا بتحصل البرازيل بتاع ايطاليا من سنتين كان عندهم اقل الجزائر اللي خدت امم افريقيا طبعا الفتره اللي قبليها ولا حاجه خالص بالظبط لغايه لما وقف على حيلهم تاني وعملوا بالزبط. تيم واول حاجات دي كلها عشان كده انا بتمنى ان المنتخب الاولمبي يتعامل نفسيا وفنيا واعداد لان هم دول ان شاء الله يعني لو عملوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله وخدوا احتكاك كويس في امم افريقيا في الاولمبياد واللعيبه اتعاملت كويس لان في لعيبه ممكن تهرب منك وانا شايف ان مصطفى محمد بدا عشان بس اوضح المصطلح تهرب منك ذهنيا تقصد يعني تهرب طبعا فاهم بدات اللعيبه تحس بنفسها بدات اللعيبه تتكلم بدات اللعيبه تعترض بدات اللعيبه مواقف يكتبوا الحاجات دي كلها الدنيا موديها في داهيه دي الحاجات السوشيال ميديا الموديه الدنيا في داهيه دي فاعتقد ان اللعيبه دي لازم يتقفل عليها ولازم مش عيب اللي انت تجيب واحد نفسي يقعد مع اللعيبه دي قدامها مشوار كبير طويل كابتن علي لو حضرتك مدرب في نادي تمنع اللاعبين من التعامل مع السوشيال ميديا طبعا تمنع تماما طبعا انا مانع نفسي انا الحياه كلها على الهوا لايف انا في الحته الفلانيه انا باكل الحته الفلانيه باكل مش عارف ايه انا خرجت مع مين السوشيال ميديا بقت تقلل تركيز اللاعبين طبعا التليفون ده مشكله يعني ما حدش يقول لك اصل الزمن اتغير والدنيا اتغيرت احنا ثقافتنا ما اتغيرتش احنا ايام كابتن جوهر الله يرحمه كان اللعيبه تيجي تسلم التليفون نفسها قبل المباراه بيوم وكل يوم الساعه 10 بالليل التليفون يتسلم ويسلموا على اهاليهم ويتشال مش عيب عشان كده اللعيبه انا كان في موقف وكل مره هقوله انا كان مباراه مصر وغانا الساعه 6 اللي هو بتاع 6 ده 6-1 كان المباراه دي كانت في العيد فكنا في استوديو ما كانش من زعل المباراه طبعا وكنا قاعدين فقال لك استنى ده في لعيب كاتب بدون ذكر اسماء في لعيب كاتب النهارده عندنا عيدين عيد الاضحى وعيد تاهل لكاس العالم الكلام ده كان الساعه كام يا كريم الساعه 4 الساعه 4 ده اللعيب فين في اوضه اللبس مراكز بياخد لبسه بالراجل المعالج بيربطه رجليه وبيدهله رجليه كل في جو تاني خالص سواء جهاز او غرفه يعني غرفه تبعت الموبايل وما تبعت حاجات واحد ماسك وكاتب سلام. قال لك ده حالا دلوقتي كانت النتيجه ايه 6 لا هو يقعد يتفرج على الكومنتس بقى كمان يعني هو مش بقى هيكتب التويته بقى يشوف الناس قالوا عليها ايه لا هي مشكله انا بدون ذكر اسماء انا قلت لاحد المسؤولين قلت لهم اعملوا كده
بص لي بسخريه قال لي يا كابتن الدنيا اتغيرت. مسؤولين في اتحاد الكوره ولا في انديه؟ في اجهزه المنتخب. اجهزه المنتخب اه. قال لي يا كابتن الدنيا اتغيرت. سكت. انا قلت اللي عليا. لان انا عارف ده مشكله. صح. نشوف الرقم اللي بعد كده يا كابتن علاء. ناخد ناخد 8 8. من افضل مدرب في تاريخ منتخب مصر، كابتن محمود الجوهري ام الكابتن حسن شحاته؟ سؤال الاثنين عظماء. سؤال خبيث. الاثنين عظماء. انا لو مكانك عارف انت. انا عن نفسي عشان اشتغلت مع الكابتن محمود الجوهري هيبقى لي حته زياده عندي طبعا. يعني انا كابتن محمود الجوهري هو افضل مدير فني على مستوى الكره المصريه وعلى مستوى الافريقي، لان ده انا عشت معاه، عارف يعني ايه مدير فني بيشتغل لمصلحه بلده ولمصلحه الانديه ولمصلحه، يعني انا ما شفتش واحد كده. ما فيش خروجه الا لما شنطه الشغل على كتفه، يا دوبك نقعد 10 دقايق والورق يطلع ونعمل كذا، وايه رايك نعمل كذا ونعمل كذا، طب نكلم اللعيب الفلاني، طب نكلم المدرب الفلاني، نكلم الاداره الفلانيه. علاقته كانت قويه جدا بالانديه، برؤساء الانديه، بالمدربين، باللعيبه، يتفرج عليهم، يتكلموا بعد الماتش، انت النهارده كنت كويس بس في الحته الفلانيه اتك عليها كويس، ويكلم المدير الفني بتاعه يقول له كذا كذا كذا، وممكن نستاذن المدير الفني ناخده يومين في الاسبوع نشتغل معاه حاجه معينه. لا لا، اللي ما اشتغلش مع محمود الجوهري ما اشتغلش كوره. قول لي كده يا كابتن، انا تخيلتها دلوقتي يعني. على ذكر المثل اللي حضرتك ذكرته بتاع مباراه غانا، واللاعب كان بيكتب على السوشيال ميديا قبل المباراه بساعتين، لو كابتن محمود الجوهري كان هو مدير فني لمنتخب مصر وقتها وعرف القصه دي، كان اللعيب ده حصل فيه ايه؟ لا لا، كان استبعد تماما. لا لا، ما كانش يجرؤ حد يطلع. استبعد مبدئيا. طبعا. وبعدين خلي بالك ما بيجيش خوف. ده بتيجي اقتناع. يعني اللعيبه بتعمل كده باقتناع. حسام حسن كابتن منتخب مصر بجلاله قدره كان يجي بالليل يقول له يا كابتن التليفون بتاعه خلاص، طابق واحد في الفندق، مش بقى الفنادق اللي احنا بنشوفها دلوقتي 7 ستارز والكلام ده، طابق واحد في معسكر احدى الدور، معسكر تمام، والدور النور يطفي في الدور، واحنا قاعدين في على الريسبشن بره كجهاز، واللعيبه كلها في الغرف بتاعتها، مفيش ورانا غير التمرين والمباريات والتجمعات في المحاضرات والاكل والشرب والحاجات دي. فكان من اللعيبه بتعملها باقتناع وعارفه ان ده اللعيبه قاعده في الاتوبيس واحنا رايحين المباراه، كله قاعد اللي بيدعي واللي بيقرا لا لا، حياه ثانيه، حياه احترافيه غير طبيعيه. صحيح. نشوف الرقم اللي بعد كده. وبالرغم بقى معلش مع احترامي يعني كابتن حسن شحاته عامل نتائج لا هايله أرقام عشان الناس ما تفتكرش يعني. لا ارقام الكابتن حسن شحاته طبعا، هم الاثنين اسماء كبيره عاليه يعني، زي ما انت كنت لسه قايل على محمد صلاح ومحمود تريزيجيه. عندنا محمد صلاح ومحمود تريزيجيه، عندنا ايه المشكله بعد كابتن محمود الجوهري وكابتن حسن شحاته يعني في النهايه. نشوف الرقم اللي بعد كده. نشوف 16. اختار اسم لاعب واحد تعتبره افضل من عاصرته كلاعب. يعني كشخصيه ولا كلاعب ولا بشكل عام؟ انت والله عايز تقول بشكل شخصيه مثلا، هتقول والله ده كان لعيب شخصيته كنت بنبهر بيها، ده لعيب كنت بحبه جدا في الكوره، اللي انت عايزه. والله بص، هو في اتنين بامانه يعني، والاتنين دول من طبعا في واحد كان اكبر مني، لكن انا بقيس بحته انسانيه شويه. الاتنين دول دايما السؤال عليا، مفيش مجامله الا بيجاملوا لي في احزان، في افراح، في اي مناسبه، عيد، دايما السؤال عليا، هو كابتن محمود الخطيب وكابتن طاهر ابو زيد. يعني بجد يعني بنعمل اصدقاء، وما في مناسبه الا ما الاقيهم موجودين. اساطير. يعني فعلا الاثنين دول يستحقوا هم الاثنين يبقوا من الشخصيات القريبين مني جدا يعني. طبعا. نشوف الرقم اللي بعد كده. احنا ناقصنا كام سؤال يا كريم؟ 2 4 6 8 اخر سؤال. ناخد 20. ناخد سؤال. 20. ختامها مسك. هل تعتبر محمد صلاح افضل لاعب في تاريخ مصر؟ والله ظروفه كده. يعني الحاله اللي وصل لها طبعا، لما تيجي نتكلم اساطير الكوره زي محمود الخطيب، طاهر ابو زيد، الله يرحمه ابراهيم يوسف، كابتن حسن شحاته، كل الناس دي علامات في كره القدم، لكن
محمد اختلف عنهم في حته الاحتراف الخارجي العالميه بقى العالميه صح. فدي بتدي له افضليه شويه بس تختاروا افضل لاعب في الكره المصريه كلها طبعا. طيب حكايه صوره مع الكابتن علاء نبيل، صوره وحكايه يحكي لنا عنها الكابتن علاء، ونبدا بالصوره الاولى. الصوره الاولى معانا في صور برضو؟ يلا هنستنى اهو هتظهر دلوقتي معانا. خلي استنى شويه اكيد صوره فاصل اهي يا طبعا الصوره دي خدت عليها تريقه بالقمصان والبطاطا اللي لابسينها دي. بص خلي بالك ما هو كابتن علاء قلت للاولاد قاعد يضحكوا عليا ايه اللي احنا هو لسه صغيرين ولما بنجيب الصور دي بتبقى عندنا مأساة. دي البطوله قول الاول بس الاسماء اللي موجوده كلها. اول بص على شمال كابتن سمير عدلي، كابتن فتحي مبروك، الفنان الراحل عمر الشريف طبعا، كابتن محمود الجوهر الله يرحمه، علاء نبيل، كابتن فكري صالح، حسنين حمزه، كابتن علاء شاكر طبعا. الصوره دي كنا في احدى الفنادق، كان بعد بطوله افريقيا، فكان في كل يوم كل اسبوع واحد من الجهاز بيتجمع ويعزم على العشاء يعني. فاحنا كنا في احدى الفنادق وكان الفنان هناك نور عمر الشريف رحمه الله عليه، واصر اللي هو يجي يسلم علينا ويتصور معانا. فكانت مصر كلها فرحانه. مين اللي كانت عزومته اي كلام؟ مين اللي كان؟ طب انا اقول لك موقف. كان العزومه دي على حسين حمزه اللي وراه اللي هو لابس قميص ابيض في اسود طبعا تمام. ده كان صديقه الشخصي، هو مدير المطعم عظيم تمام. فالمهم ايه، حسين قال لي ايه، انا اعزمكم الاسبوع الجاي تمام. فقلت له طب اشمعنى حسين، طب انا الاسبوع الجاي. قال لي لا انا الاسبوع الجاي. قلت له ماشي. كلمت كابتن جوه قلت له كابتن حسنين عزمنا في حته فلانيه. قال لي ايه ده معقوله؟ قلت له خلاص. هو في العادي ما كانش بيعزم؟ لا يعني ايه مش الحته بتاعته يعني. تمام المهم ايه، فكان فالراجل سلم علينا واحد داخلين وبتاع وكلام ده، وانا خارج فكنت بغسل ايدي بعد الاكل وبتاع. فقابلته بقول له حاجه جميله وبتاع. قال لي والله يا كابتن اصريت ان انا اعزمكم النهارده عشان انا مسافر بكره. مين ده؟ صح مدير المطعم. مدير المطعم هو اللي كان عازم. وحسنين قال لك ده اللي هنعزمه. يا نهار ابيض، قال له انا جايب لك جهاز المنتخب بقى اعزمه. هو دمه خفيف اصلا يعني، هو دمه خفيف. عظيم. فكانت من المواقف اللي ما تنسيش يعني. حسين حمزه من الناس المحترمه جدا. السؤال اللي بعدها يا كابتن. دول علاء نبيل وهاني رمزي وسام الشاطر واكرامي عبد العزيز. اكرامي عبد العزيز مهاجم غازي المحل. غازي المحل انا بعتبر من اللعيبه اللي فعلا ملتزمين قوي تدريبيا، في ما تعبونيش، وبالرغم اللي هو كان محترف وكان بيسمع كل صغيره وكبيره وياكل اللي كان ينزل له على الترابيزه وعلى السفره. وهاني رمزي. هاني رمزي بسم الله ما شاء الله يعني، فعلا نموذج يعني اللعيب المحترف ايام ما كان بيلعب. وكنت بشنسة واحنا في بوركينا فاسو كريم، طبعا الاكل كان ضعيف، كان الاكل يتحط كان اول يوم، ونزل الاكل على السفره واللعيبه اللي يقول لك مش عارف ايه وايه النوعيه دي والحاجات دي كلها. الوحيد اللي ماسك الشوكه والسكينه وبياكل هاني رمزي. خلاص الاكل وقاموا، كابتن عمل محاضره قال لهم الراجل ده عايش في المانيا وعايش وبياكل والحاجات دي كلها. ومن هنا كانت التغيير الكامل في. لكن هو بصراحه من احسن اللعيبه اللي انا اشتغلت معاها يعني. بالتاكيد هاني رمزي كابتن الكبير، كابتن هاني رمزي اسطوره الاساطير. كل سنه وانت طيب، النهارده عيد ميلاد الكابتن هاني رمزي. لا والله على الشيء بشيء يذكر يعني. لا كل سنه وانت طيب يا هاني. كل سنه وانت طيب كابتن هاني، اسم كبير جدا جدا في تاريخ الكره المصريه. الصورة دي يا كابتن، ده المهندس محمد عادل المشرف على الكورة، ده الأب الروحي لكرة القدم في نادي المقاولين. وكان دي الصورة دي في قطاع ده الفريق الأول، بس أنا كنت ساعتها ماسك مدير قطاع الناشئين، وكنت يعني دايما مدخله في الصورة. علاقتك بيه عاملة إزاي دلوقتي؟ لا الحمد لله راجل يعني ابونا في كره القدم، وراجل ليه اسمه. وبقول لك الاب الروحي سواء للجيل الحالي او الجيل القديم وبنلجا له. ده طبعا الله يرحمه والدي رحمه الله، كان اللي هو في القوات المسلحه. والدي يعني من الناس اللي فعلا بطلب لهم بالرحمه، لان فعلا كان قدوه ليا كابتن محمود الجوهري، وده كان اسمه محمد العيان، كان امين سر الاتحاد الاردني. دي كانت في حفل تكريم ليا لما كنت ماسك منتخب الاولمبي في الاردن، وعملت نتائج مبهره. لكن كان حظي السيء في اخر مباراه مع كوريا،
اتعادلت 1-1 في كويس. في عمان وللاسف ما تاهلتش للاولمبياد، والامير ساعتها طلب ان انا اكمل مع الفرقه، لكن انا قعدت مع الكابتن، الكابتن خلاص ما فيهاش لازمه يقول لك بقى يعني احنا كده كده عملت الرساله بتاعته مش. ده يوم حزين من الايام اللي انا عشتها، يوم ما كنت حامل جثمان الكابتن محمود الجوهري، كنت انا ساعتها في نادي النصر في السعوديه، وطبعا كنت على عرفت موضوع الكابتن، وكان اكلمني جوز بنته قال لي كابتن خلاص. فيمكن نزلت من السعوديه الفجر ورحت حضرت الجنازه والعزاء بالليل، ورجعت الفجر تاني يوم، ودي كانت من الحاجات الصعبه اول لما ابقى في السعوديه وانزل في يوم وارجع يعني. صح، ده كان من اصعب الايام في حياتي يعني. اخر صوره معانا دي محمد صلاح، دي كانت في اخر بطوله امم افريقيا اللي كانت موجوده في القاهره في 2019، وكان فتره راحه عشان الناس ما تفتكرش اللي كان في زيارات وبتاع، وكلمني وقال لي يا كابتن عايز اشوفك وبتاع، ورحت له ورحت قعدت معاهم يعني. حاجه عظيمه جدا كابتن علي، مستعد للتقيل بقى اكتر من كده؟ ده في تقيل قوي. طب بعد الفاصل كابتن علاء نبيل هياخد كام من 10 في فقره 10 على 10، خليكم معانا لسه.